سلام الله عليكم أحبائي المشاهدين، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد، ودائما أحييكم من بلاد الجزائر. أواصل معكم سلسلة التعرف على النباتات. في لقائنا هذا نتعرف مع بعض بحول الله على شجرة العديد منكم يعرف ثمارها لكن يجهل شكلها والبيئة التي تعيش أو تنمو فيها. هذه الشجرة تحدت الظروف الطبيعية القاسية كالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وأثبتت وجودها بثمارها الحلوة المميزة التي يتهافت الناس إلى المرتفعات والجبال والمنحدرات لجني ثمارها لأكلها أو بيعها. هذه الشجرة ألا وهي شجرة الزعرور، أو كما تسمى في مناطقنا بالزعرور بفتح الزي. نتعرف على هذه الشجرة بعد الفاصل، وقبل ذلك أرجو عمل لايكات للفيديو، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من القناة. متابعة طيبة. هذه هي شجرة الزعرور المتحدية بآلياتها الطبيعية كل الظروف المناخية كالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وظلت تزهر وتثمر في الفصل. طبعا هي شجرة عفوية، لا يزرعها زارع ولا يتعهدها مزارع، معمرة يمكن أن تصل دورة حياتها إلى عدة قرون. كما روى لي بعض مسني المنطقة أن هاته الشجيرة التي تشاهدون كانوا يلعبون ويمرحون تحتها ويجنون ثمارها وهم صغارا. يصل طول هذه الشجرة من مترين إلى 4 أمتار حسب الأرض التي تنمو فيها، وغالبا ما تنمو في المناطق الجبلية الوعرة وفي الشعاب والوديان والمنحدرات الصعبة أو صعبة الوصول. اسمها العلمي كراتيغوس، تسمى باللغة الفرنسية لازاغولي أو أزيغولي، أو كذلك تسمى إيبين ديسبان، وتسمى بالإنجليزية أزارول. تنتمي إلى العائلة الوردية روزاسي من صنف ثنائية الفلقة. موطنها الأصلي كل من شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، تنمو في كل من الشام ومصر وكل دول المغرب العربي. يقدر عدد الأنواع التابعة لهذا الجنس بحوالي 200 نوع، ويختلف العدد حسب التصانيف العلمية المختلفة. نذكر من بين هذه الأنواع الزعرور أحادي المدقة كراتيغوس مونوجينا، الزعرور الأوروبي كراتيغوس ريبيدوفيلا الذي ينمو في بلاد الشام ومعظم مناطق أوروبا، الزعرور الجرماني كراتيغوس جيرمانيكا، الزعرور الطويل كراتيغوس لونجيب، الزعرور المشرقي كراتيغوس أورينتاليس، الزعرور المهدب كراتيغوس لاسينياتا، الزعرور الشائع كراتيغوس أزا أولوس ينمو في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي والقوقاز وتركيا، وهذا هو النوع الذي نحن بصدد التعرف عليه. لشجرة الزعرور سيقان خشبية كثيفة التفرع والتمدد أفقيا ورأسيا، وذات جذع قوي يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، متفرع أكثر من كونه منتصبا، به أشواك قوية حادة مدببة. تظهر على السيقان أوراق خضراء فاتحة في الأعلى ورمادية محتلمة في الأسفل، تشبه
أوراق أو تشبه ورق السدر، تتراوح أحجامها من 3 إلى 7 سنتيمتر، وتحتوي على 3 أو 5 فصوص مع عدد قليل من الأسنان أو بدون أسنان في بعض الأحيان. تتساقط هذه الأوراق في فصل الخريف. أما الأزهار ذات شكل وحجم واحد تشكل باقات بيضاء جميلة مع وجود لون أخضر في الوسط ذات الرائحة العطرية النفاثة والمميزة، تجذب كل أنواع الحشرات الطائرة المختلفة. لكن في هذه الفترة لا نشاهد الأزهار لأنها تساقطت ونضجت الثمار كما تشاهدون في الصورة. بالنسبة لثمار شجرة الزعرور فعندما تنضج تكون على شكل حبات التفاح البلدي الصغيرة صفراء اللون، تميل إلى الحمرة وفاكهة، وهي فاكهة الزعرور. فبداخل كل حبة زعرور بذرة كبيرة الحجم مكونة من فلقتين، تكسوها طبقة لينة حلوة المذاق تحيط بهذه البذرة، وهذه هي الطبقة اللينة هي التي تؤكل. أما ثمار الزعرور الأوروبي كراتيجوس ريبيدوفيلا فلا تختلف عن ثمار الزعرور الشائع إلا في اللون، فهي حمراء اللون وقليلة الحموضة، وهذه صورة لهذا النوع من الزعرور. وإذ أردنا أن نتكلم عن فوائد شجرة الزعرور فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. نخص بالذكر الدور البيئي الذي تلعبه في المحيط الذي تنمو فيه. أما خشبها فهو شديد الصلابة وتصنع منه العصي والعكازات لكبار السن. أما أكل ثمار الزعرور فيساهم بشكل كبير في علاج بعض الأمراض كعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية كقصور القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب، وكذلك تحسين وتقوية الجهاز الهضمي وذلك بقدرتها العالية على المساعدة في عملية الهضم، وذلك بسبب احتوائها على نسب جيدة من الألياف الغذائية، وتلعب دورا كبيرا في تخفيف القلق وتحسين الحالة النفسية للإنسان، مقللة من الكوليسترول والدهون. فلثمار الزعرور قدرة على خفض الكوليسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، مما يؤدي إلى تقليل تراكم الدهون في الكبد والشرايين. أما في مجال الصناعات الخفيفة فهناك الكثير من المصانع الصغيرة التي تعمل على تحضير مربى الزعرور وبيعه في الأسواق. أحبائي المشاهدين، هذه هي المعلومات التي استسقيتها لكم عن شجرة الزعرور وثمارها، أرجو أن تفيدكم ولو بالقليل. ولا تنسوا عمل لايكات للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.